اخذت شقفه؟ لا ايش شقفه؟ تعال اي شقفه؟ عن جد ترند عم بيكون الموضوع، كل حدا عم بجربه. ترند فاشل عن جد. بالوجبة السريعة لليوم، بما انه هاليومين عم بيكونوا كتير شوب، فقررنا انه نختار من اكلات المتابعين نوعين من المشروبات. المشروب الاول رح يكون بلسمك فينيجر مع صودا ووتر، اما المشروب الثاني فرح يكون خل مع مشروب غازي على نكهة البرتقال. وضيفي لليوم بفترة كتير صغيرة قدر يثبت حاله على السوشيال ميديا وتحديداً على الانستغرام، وهو صانع محتوى جداً متميز. ضيفي لليوم هو منتصر جلامته. كيفك منتصر؟ الله يسعدك رب العالمين. حاستك متوتر من ايش رح نجرب؟ عادي اطلع خلص. بقول لك اذا بتحط خل البلسمك اللي هو نوع من انواع الخل مع مي غازية بصير طعمتهم اللي هو المشروب الغازي الغامق، هذا كل حدا عارفه. اوكي هاي المي الغازية، هاي المي الغازية اوكي، وهي الخل البلسمك. بس يعني فايحة. عن جد ترند عم بيكون الموضوع، كل حدا عم بجربه. طب يلا انت. فنحن اليوم رح نجربه بحلقتنا عشان نفهم اذا جربوه ولا لا. واحد اثنين ثلاثة. ترند فاشل. ترند فاشل عن جد. لسه ما شفت اشي لسه. هلا المشروب الثاني. اي مشروب ثاني؟ في مشروب ثاني. لا خلاص خلينا على هذا. لا كلنا بنحبه. كلنا بنحبه. انا ما بحبه كثير. حطيتي لي اكثر من حطيتي لك على فكره. لا شوف قد ايه حطيت لإلي. صار اسكى صح؟ كثير زاكي. اوف مش طبيعي. كثير زاكي. اشرب ما عم تشرب. اشرب. لا شربت كثير. اشرب اشرب كمان. اشرب كمان. اشرب كمان منتصر. اشرب كمان منتصر. واضح انك ما حبيت ولا شيء من اللي جربتهم. هلا ما رح يخلص، ما رح تخلص حلقتنا لهون. لسه جاي شيء اقوى هلا، رح يكون في تحديين كثير قوايا بس مش هون. رح اخذك على مطعم كثير كثير زاكي. فيلا اكل. ما عندي مشكله. يلا شوف منتصر، عشان ما تقول انه انا جبتك عشان اشربك اشياء مش زاكيه، جاي هون اعوضك يعني تعويض غير شكل. اليوم مستعد؟ اوكي بس ايش اليوم؟ جايبتك على مطعم اسمه ذا بيت، بيعمل مشاوي على الطريقه الامريكيه. بتحب البريسكت والريبس وهي القصص؟ يعني انا صراحه كثير جوعانه، كثير بحبه لهذا المطعم. الاكل كثير رح يكون زاكي، رح نعمل تحديات كثير قويه. انا من الصبح ما اكلت صح. هذا المطلوب، لانه يعني ما بعرف اتعوض. رح اعوضك كثير وما بعرف اذا رح تفوز علي ولا لا. لا ما عليك في الاكل يعني، منيح الاوفر سايز مغطي بس خلص مش داعي نكمل. بس قبل ما نفوت جوا على المطعم لازم ندوق الناس الاشياء اللي شربناها. شو رايك؟ لا ماليش داعي. ما لك دخل، بدك تكون معي. خلينا نروح ندوق الناس ونرجع لكم. ما بدي. لا تعال. ما بدي. تعال. نشربك عصير غريب، تعطينا رده فعلك فيه اذا رح تحبه ولا لا. ايش؟ ايش الطعم اللي حاسس فيها؟ حبيته ولا لا؟ مش كثير صراحة. مش كثير. اوكي، بايش بتحب تبلش؟ في البرتقالي ولا في ال ولا الاسود؟ زي الخل طعم. حذر. قريب على المندرين. بس حاسه حامض شوي. حبيته يعني. ولا لا؟ هذا احسن. هذا احسن من هذا. ما حبيته؟ انا ما بحب الخل اصلا. انا على السلطة ما باكل خل. اوكي. رح نبلش أنا ومنتصر هلأ بالتحدي الثاني، هو تحدي الضيف. مستعد منتصر؟ أنا بس مستعد. بس مستعد؟ أنت مستعدة؟ أنا مستعدة. رح نبلش بأول إشي اللي هو باربيكيو سلايدرز، والحلو إنه عاملينهم بوافل فرايز زي ما شايفين. اللي بخلص أول هو اللي بفوز، واللي رح يصير إنه أنت اللي رح تخسر. لا لا اللي حصل بدك تلبس جلافز ولا انت قررت تجهز حالك؟ بس طب الفوز شو له؟ الخسران بدفع الحساب. الخسران بدفع الحساب. خلص ماشي. اوكي يلا. 1 2 3. بس والله انا مخلل زاكي للامانه. جربيه جربيه. طب يلا كمل، هيك ما حافوز انا عليك. ما عليك. لا خلاص انت فزت. لا كمليها. ها ما رح اكملها عشان ما اشبع.
ما بدي اكملها خلص تنفذت هو اللي فاز لا لسه ما خلصتش بس على فكره قطعي اكبر يعني انت منتصر خلصت علي بدقيقتين اقل دقيقتين اقل من دقيقتين اقل من دقيقتين كمان قد ما انت سهله يعني واثق من نفسه طب ما كثير تفرح على الموضوع لانه لسه في تحدي ثالث واظن انه تحدي هاي الحلقه تحدي الشيف رح يكون كثير قوي ساعتك واثق من نفسك صراحه يعني مش كثير بس هذا السؤال بس خلص عادي ناخذه تكوي معنا ناخذه تكوي معنا طيب هذا تحدي لا ما هو شاكل سكين مش حينفع معك شو بدك دخل شو بدك دخل كيف باكل انا لازم تلغوص هلا رح انت شفت شيء لسه بشبع اول يوقف نشوف انت رح تشبع انا هلا رح ادوق اول مره بحياتي رح ادوق رقبه خروف مدخنه ليه؟ قول لي ايش بدك قول انت اخذت شقفه لا ايش شقفه تعال اي شقفه تعال اي شقفه يا حق انا بقول لي عم بلبس تعال تعال اي شقفه لا 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 شفت شو عمل ما دخل لا ما في كمل اكل مين اساسا بالاول بس بدك تكمل اكل كل كمان بدنا نشكر مطعم ذا بيت على استضافتهم لليوم لإلنا الأكل كتير كتير زاكي جد بنصحكم إنكم تيجوا تجربوه رح تعيشوا تجربة أكل كتير زاكي وكتير جديدة السايدز أنا هلأ رح أرجع أجربهم ومنتصر شكراً لإلك مع أنك كتير استفزتني فزت علي بالتحديين بس الأكل كتير كتير زاكي بدي أشكرك منتصر الله يخليك يا رب دينا وسخين الله يخليك يا رب الله يسعدك سلام